السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها كانت نصرانية ثم أسلمت وبقي زوجها على نصرانيته، فهل يجوز لها البقاء معه وهل هناك مدة محددة؟ إذا أسلمت ولم يسلم زوجها فإنها ينتظر مدة العدة، فإن أسلم فهي زوجته، إن أسلم قبل تمام العدة فهي زوجته، وإن تمت عدتها ولم يسلم بانت منه. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.